نستمر إذن مشاهدينا الكرام في متابعتنا لحصاد هذا العام، واليوم سنبحث ملف سيطرة الميليشيات على الحكومة وابتلاعها مؤسسات الدولة بالعراق. نرحب بدا بضيفنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. مرحبا بكم استاذ نوري. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا بك. ونرحب ايضا بضيفنا عبر سكايب كاتب والباحث المحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك استاذ عبد القادر معنا. اهلا وسهلا بك وبمشاهديك وبضيفك الكريم. حياك الله. إذن استاذ نوري، هل هناك اي مصلحه للعراق سيجنيها بتكرار تجربه الحرس الثوري الايراني بتمكين هذه الميليشيات بهذا الشكل، وما خطورة هذه التجربة في العراق؟ نعم، الحقيقة أنه تجربة يعني استنساخ الحرس الثوري الإيراني للعراق هي تجربة لا يمكن لها أن تنجح بداية، لأنه العراق مختلف، وكذلك هي القضية بما يتعلق بالعراق تحديدا ومصلحة العراق أو عدم مصلحة العراق في هذا الاستنساخ، هو يتقوض ما يزمع من إعلانه بأنه العراق دولة ديمقراطية، العراق هي دولة تعددية، هي تضمن حقوق الحريات وحقوق الإنسان بكل أشكاله وأنواعه. هذا كله حقيقة هو ليس من مصلحة العراق، بالتالي تشكيل قوة أمنية تتشابه بدورها بالنسبة للحرس الثوري. لماذا لن تنجح؟ قلت لن تنجح هذه التجربة، يعني ما الاختلاف بين طبيعة، هل تقصد طبيعة المجتمع العراقي عن المجتمع الإيراني مثلا؟ هو استنساخ ميليشيات ودعم إيراني كما نعلم. نعم صحيح، الخلاف حقيقة ما بين المجتمعين، هو يوجد خلاف ما بين المجتمعين حقيقة، يعني ما بين المجتمع العراقي والمجتمع الإيراني. اثنين، التمكن والسيطرة والهيمنة الحكومة تختلف عن حكومة طهران. يعني حكومة طهران سيطرت بشكل كامل على إيران، بالتالي سيطرت على كافة مفاصل القوات الأمنية الإيرانية، بالتالي يعني صنع قوة مرادفة أو موازية للقوات العسكرية التي قد أنه لا تخضع لإرادة وسلطة يعني ولي الفقيه في إيران. فبالتالي كانت هنالك الحاجة إلى تأسيس حرس ثوري يكون موالي بالمطلق إلى ولاية الفقيه. في العراق الخلاف، أولا الحكومة وحتى الميليشيات الحالية هي غير مسيطرة بالكامل. صحيح هي تفرض سيطرة اليوم واسعة ومهيمنة على القرار السياسي والقرار الأمني، وماسكة يعني مساحة غير قليلة من الأرض على العراق، ولكن هي لم تتمكن بالمطلق كما دليل الحراك، يعني في المناطق الجنوب مثلا الشعبي يعني المستمر. صحيح، هذا الجانب. الجانب الآخر الحقيقة العقائدي والفكري، ففي العراق يختلف الإيمان والاعتقاد بولاية الفقيه. حتى يعني الشعب يعني الشيعة من الشعب العراقي، المراجع نعم، والمراجع كذلك في الحوزة العلمية في النجف، هم لا يؤمنون بالمطلق بولاية الفقيه. وهذا مدرستين، تعلم أنت عند الشيعة هم مدرستين، مدرسة تؤمن بولاية الفقيه ومدرسة لا تؤمن بولاية الفقيه. صحيح. بالتالي كل الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه هذا يشكل خطر عليهم في تأسيس أو استنساخ الحرس الثوري وفرض بسلطات كثيرة ونفوذ واسع على الأراضي العراقية. من هنا أستاذ عبد القادر النايل نجدد ترحيبنا بك. يعني لماذا برأيك تريد الأحزاب إدخال العراق في هذا المسار وهذه التجربة المسخ في إيران، بمنح كل هذه السلطة والهيمنة للميليشيات داخل العراق، وما الذي تخشاه؟ أسعد الله مساءكم جميعا. من المعلوم تماما أنه الاقتصاد هو العمود الأساسي لبناء السياسة وبناء الأمن، وبالتالي عندما تريد ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران، هي تريد أن تمسك الاقتصاد من أجل استمرار ديمومة بناء الميليشيات المسلحة ك
كما تعلم هناك بطالة كبيرة تماما في العراق، وهذه البطالة أيضا متقصدة لإدراج الشباب للانتماء إلى الميليشيات وبالتالي تشكيل قوات مسلحة. ومعلوم تماما أن من يمتلك القوة يمتلك السيطرة على القرار السياسي، وهذه حقيقة نجحت في لبنان إلى حد بعيد تماما، وقد رأيتم الآن كيف يتمسك حزب الله باستنساخ التجربة عن طريق إيران للسيطرة على الدولة اللبنانية بشكل كبير، وبالتالي هم يريدون استنساخ هذه التجربة لأنهم ذو تبعية لإيران مطلقة، وبالتالي ينفذون الأجندات الموكلة إليهم في هذه القضية. وعلى هذا الأساس فهم يريدون السيطرة على الاقتصاد العراقي لأجل ديمومة بقائهم من جهة، ومن جهة أخرى ديمومة بقاء نظام ولاية الفقيه. اليوم إذا ما رأينا أزمة الدولار الأخيرة وما حدث في العراق انعكس على 4 عواصم، طهران وصنعاء ودمشق وبيروت. بالتالي هذا يؤكد على أن التمويل لهذه العواصم ولهذه القوى التي نفذتها إيران وأنفذتها بالحكم على الشعوب من خلال قوة السلاح هي مرتبطة أيضا بالاقتصاد العراقي بشكل واضح تماما. لذلك هم يسعون إلى استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق من باب الحكم، والقضية عندما تمتلك القرار الاقتصادي والقرار الأمني فستمتلك القرار السياسي، وبالتالي حتى وإن كان الشعب العراقي لا يريد فسيرضخ بالقوة. وما يحدث الآن من عمليات الاغتيال والاعتقال والتهجير ونزع المدن من سكانها كلها حقيقة لإرهاب الشعب العراقي، لأنه إيران اليوم على سبيل المثال غير راضية أيضا، وفيها أيضا تنوع كبير على ورفضها لولاية الفقيه، لكنهم بقوة السلاح والنار وبالاضطهاد هم راضخون وبالتالي يحكمون. لذلك هم يريدون الوصول إلى هذه المرحلة بالعراق عبر الظهور من الخفاء إلى العلن، وبالتالي دولة الميليشيات لم تتكون وليدة اللحظة أو ما بعد تأسيس الحشد الشعبي أو ما بعد الفتوى. معلوم تماما أن حكومة المالكي أسست دولة الميليشيات بشكل واضح تماما، لكن الآن ظهرت إلى العلن بمكاتبها الاقتصادية وبسيطرتها وهيمنتها على حكومة السوداني، وبذلك على الوزارات وعلى الأجهزة الأمنية وضباط الأجهزة الأمنية. من هنا أستاذ نوري، ذكرتم أن العراق مختلف عن إيران، يعني إذا كان المراد للعراق منذ عام 2003 أن يتحول إلى دولة ديمقراطية هي مثال لمنطقة الشرق الأوسط كما زعمت أمريكا، وحتى هذه الأحزاب التي جاءت بعد الغزو تتغنى بهذه الحرية والديمقراطية وهذه المساحة من الأحزاب التي جاءت منذ الاحتلال، إذن لماذا تركت كل هذه المساحة للميليشيات بعتادها وما تملك الآن من سلاح؟ نعم، الحقيقة أنه هو الدعوة إلى تأسيس دولة ديمقراطية في العراق هي مزاعم، أنا أتحدث بالبداية وقلت هي مزاعم للولايات المتحدة الأمريكية المحتلة للعراق، وكذلك حتى مزاعم من قبل إيران في تدخلها في القرار السياسي العراقي. المراد للعراق حقيقة أن يكون دولة اسمها ديمقراطية في إجراء تغييرات أو في إجراءات انتخابات دورية كل 4 سنوات، ولكن وفق إطار نظام المحاصصة الطائفية، نظام المحاصصة الطائفية الذي يقسم البلاد إلى 3 أقسام، وهو ما معروف اليوم. نعم. عند وهم يتحدثون عنه انه عرف سياسي، يعني عرف سياسي وليس حتى مو قانوني دستوري، انه رئيس الجمهوريه يجب ان يكون كردي، وكذلك رئيس البرلمان يجب ان يكون سني، ورئيس الحكومه شيعي. فبالتالي هنا هي تنتهي الديمقراطيه خلاص، يعني مجرد ما يعتمدون على ما يطلق عليه عرفا سياسيا هو الديمقراطيه قتلت والحريات منعت، وسياسة هذه القوى المشتركة في تشكيلات هذه الحكومة والمحاصصة كلها هي حقيقة تهدف إلى استمرار وبقاء المحاصصة الطائفية وقمع كل الذين يرفضون ويتحدثون بشكل واضح وصريح عن كذبة ادعاء
تشكيل دولة عراقية جديدة سمتها الديمقراطية، خصوصا في هذه الحكومة يعني النفوذ الميليشياوي واضح أكثر من غيرها. يعني نعم هو الضيف الكريم سيد النائل يتحدث عن شكل واضح يعني الميليشيات بداية لم تكن وليدة اليوم ولا هي جديدة، الميليشيات بدأت منذ سنوات تعزز من دورها، تسيطر شيئا فشيئا على يعني مؤسسات الدولة، وأصبحت لدينا دول في داخل هذه الدولة، أصبحت لدينا ونتحدث بشكل واضح والحديث أيضا بشكل واضح حتى عند نفس هذه القوى التي هي مشاركة في الحكومة وموجودة في البرلمان عن الدولة العميقة. صحيح. وترسيخها يعني استغلالها لكل مفاصل الدولة بما فيها حتى موضوع الاقتصاد، وهذا مهم جدا يعني استشراء الفساد في مؤسسات الدولة هو جاء يعني يأتي من خلال تقاسم هذه السلطات، يأتي من خلال المحاصصة الطائفية، لأنه في نهاية المطاف هذه المؤسسات يجب أن تكون هي مصادر تمويل إلى هذه الأحزاب. صحيح. ولا يمكن أن تكون مصادر تمويل إلا عن طريق ملفات الفساد، لأنه ماكو قانون يمنح الحزب الذي يتأزر وزارة أو وزارتين بأن ينهب أموال هذه الوزارة إلا بطرق يعني فاسدة وطرق ملتوية، وهذا الذي نشهده بشكل يومي في أعمال هذه الحكومات التي تعاقبت منذ يعني 2005 إلى اليوم. من هنا أستاذ عبد القادر، إذا كانت الميليشيات ستنضوي أو انضوت بالفعل بالمؤسسة العسكرية والأمنية، لماذا تصر على تأسيس شركة تجارية تابعة للحشد اسمها المهندس برأس مال يتخطى تقريبا 100 مليار دينار عراقي؟ واضح تماما أن هذه الشركة يراد من خلالها العمل على غسيل الأموال والسيطرة على الأعمال الموجودة في العراق للوزارات، ولذلك حقيقة هي تعمل على كفتين أو محورين. المحور الأول أنها ستكون المسيطرة على جميع مفاصل الاقتصاد والأعمال التجارية والتجارة، وبالتالي لا يمكن لتاجر ولا يمكن لمقاول ولا يمكن لوزارة أن تعمل على إنتاج شيء من أموالها أو مناقصة مالية لمشروعاتها إلا أن تمر عن طريق شركة المهندس، وبالتالي تحتاج إلى شركة مسيطرة عليها، لذلك هم وضعوها بالواجهة. وإذا ما رأيت فإن أعمال الحشد في تسخير الوزارات له واضح تماما، عندما تكون هناك نقص في الرحلات المدرسية والمقاعد المدرسية يظهر الحشد كأنما هو من يوزع هذه المقاعد الدراسية، بينما هي أنتجتها وزارة التربية. يراد إيهام الشعب العراقي على أن الحشد يسيطر أو حاضر في كل هذه الملفات. وعندما رأيتم تفيض بغداد يخرج على أن الحشد لديه آليات، وهي آليات أمانة بغداد وتسخر حتى يتم إيهام الشعب العراقي والرأي العام على أن الحشد يمتلك آليات كثيرة. إذن ما يحتاجه الآن هو شركة مالية على غرار شركات الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هذه ستسيطر وتشرف على جميع التجار، وبالتالي مستقبلا ليس فقط أن المقاول ينبغي أن يدفع عتاوات لها كما يحدث الآن بالمكاتب الاقتصادية، أو أنها المناقصات الكبيرة لشراء من سواء أسلحة في وزارة الدفاع أو مواد غذائية من التجارة عالميا سيمر عبر هذه الشركة، وبالتالي ستسيطر على الاقتصاد العراقي بشكل كبير، ومستقبلا ستؤسس مصارف، حتى هذه المصارف ستكون الموجودة حاليا الأهلية التابعة لبعض الأحزاب، هذه ستكون لا شيء أمام المصارف التي ستؤسسها شركة المهندس باعتبار سيكون لديها رأس مال كبير تماما، وبالتالي السيطرة على الاقتصاد العراقي عبر هذه الشركة، وحتى أنها ستتحكم بالدولة العراقية مستقبلا بأنها ستفرض على أنها مثلا لا تستورد من المنافذ الحدودية مع الدول العربية، وبالتالي لا تستورد من بعض الدول الأوروبية، تستورد فقط من الصين على سبيل المثال، وبالتالي ستتحكم بمجمل المشهد الاقتصادي من عدة جوانب. ولذلك هذه الشركة هي المرحلة الأخيرة عند إعلانها، وهي مرحلة تسبق على إعلان كامل لسيطرة الحشد الشعبي وميليشياتي على الدولة، وبالتالي ربما لن نشهد انتخابات قادمة إذا ما استكملوا سيطرتهم الكاملة على الوزارات وعلى الاقتصاد عبر هذه الشركات.
إذا أستاذ نوري، بعد تأسيس هذه الشركة التابعة للحشد، ماذا عن وعود خصوصا هذه الحكومة عندما جاءت، وعود بمحاربة الفساد ومن دون أي خطوط حمر؟ يعني الحقيقة هو الحكومة وعودها عن بداية، يعني وعودها عن محاربة الفساد هي يعني أنا بتقديري هي يعني منشطات إعلامية لا أكثر ولا أقل، يعني كغيرها من الحكومات يعني. بالضبط، هي لا تختلف عن باقي الحكومات، يعني هي حكومة متشابهة في تشكيلها للحكومات السابقة، فهي حكومة خارجة من رحم المحاصصة الطائفية، بالتالي لا يمكن لها أن تكافح الفساد أو أن تبني أو أن تقدم شيء للعراق مفيد. وما يرتبط حقيقة بقضية شركة المهندس والتابع للحشد الشعبي، أنا أعتقد هي بها مخاطرة كبيرة على اقتصاد العراق، لأنه هذه الشركة ستكون هي من الشركات المراقبة، وقد تكون هي من الشركات التي تصدر عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية، بالتالي هي راح تكون عبء وضرر للاقتصاد العراقي، لا فائدة حقيقة لها في الجانب التطويري الاقتصادي. يعني مثل عقوبات إيران الحرس الثوري. لا ربما بالتأكيد بالتأكيد. سأشوف إحنا مثلا هاي الأيام التي مرت في العراق، أزمة الدينار العراقي هي كانت بسبب إجراءات وضعتها أو وضعها البنك الفيدرالي الأمريكي على سحب يعني سحب الدولار الأمريكي يعني من أموال العراق بالمناسبة، أثر بشكل واضح وتأثيره حقيقة يعني عفواً أنا آسف، تأثيره هو المفروض اقتصاديا مو بالمستوى الذي ظهر في الشارع العراقي، ولكن حتى يتم التعبئة ضد هذا القرار والدفاع عن المؤسسات التي تمت معاقبتها والتي هي لديها ولاءات سياسية مرتبطة بإيران، هذا كله يعني شلون مثل واحد يبرئ نفسه على أنه هو الجانب الأمريكي وفقط المذنب هو الذي سبب بذلك، ولكن هذا بالتالي هو مقلق حقيقة يعني لاقتصاد العراق، سوف يخضع لي عقوبات، سوف تخضع لمراقبات شديدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، كذلك الخزانة الأمريكية، وهذا راح يسبب لنا مشاكل، لأنه نحن يعني العراق اليوم حتى اليوم وفي حتى يعني وليس لدينا آفاق واضحة بأنه نتمكن من حاجتنا الحقيقية إلى أن يكون أرصدتنا في البنك الفيدرالي الأمريكي، لأن البنك الفيدرالي الأمريكي هو الحامي لأموال العراق في تصديره للنفط، فبالتالي العراق هو بحاجة إلى أن يضع أمواله هناك، عكس ما أيضا يتحدثون بأنه أمريكا هي مهيمنة على اقتصاد العراق، هي أمريكا فعلا ترغب لمصالحها وتريد أن تهيمن وهي محتلة للعراق، ولكن هنا صراع حقيقي سوف يكون الغرض من عنده في تأسيس هذه الشركة تحديدا هو تمكين الحشد الشعبي أكثر من ما كان عليه حتى في الجناح السياسي والاقتصادي. في الدقيقة الأخيرة أستاذ عبد القادر، هذا الدور المتنامي الآن لميليشيات والدور الإيراني في العراق، هل تعتقد أنه سيفتح الأبواب لانتفاضة شاملة مع تأكيد ثوار تشرين طبعا أن شعلة التظاهرات لن تنطفئ؟ من المؤكد تماما أن العراقيون يسعون لاستعادة وطنهم، ونحن أمام مشوار طويل، والعراقيون لن ينكفئوا ولن يتراجعوا، ودليل التضحيات التي قدمت ولا زالت الهمة عالية بهذا الإطار، والدليل على ما يجري الآن حتى في المحافظات المنكوبة بالأمس القريب لا زال هناك سيطرات كثيرة على سبيل في محافظة الأنبار خوفا من تظاهرات، وبالتالي هذا ما يحدث على حركة كبيرة تماما، وحتى استفزهم ميليشيات الحشد الشعبي في بطولة رياضية تراد أن تقام في العراق، بطولة خليج 25، رفعوا هذا اليوم مانشيتات ولافتات كبيرة على أن المهندس يرحب بكم، علما أن المهندس حقيقة مطلوب للكويت ومحكوم عليه بالإعدام لمحاولة اغتيال أميره، حتى بهذه القضية يستفزون الشارع الرياضي. لذلك حقيقة سوف نرى أن صناعة يعني حناجر الشباب ستهتف داخل الملاعب الرياضية بالعراق وبالمطالبة برحيل هؤلاء، وبالتالي هؤلاء أمام مواجهة شعبية، لأن الحاضنة الشعبية قد لفظتهم ورفضتهم،
وأقصد هنا الميليشيات ودولة الميليشيات بالكامل. نعم. وبدليل على أن العراقيين من مقاطعة الانتخابات 80% عن وعي وإدراك. نعم. لا زالوا حقيقة لا يفكرون بأن هذه الطبقة الحاكمة يمكن أن تستمر، لذلك هم يفكرون بوسائل متنوعة لاستعادة العراق، وبالتالي نحن أمام انتفاضات ومراحل، ليس فقط انتفاضات. نعم. إنما وسائل متعددة لانتزاع العراق من هؤلاء. إذن في ختام متابعتنا ملف سيطرة الميليشيات على الحكومة ومؤسسات الدولة في العراق، شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب، وشكرا جزيلا لك أيضا باحث سياسي سيد نوري حمدان، شكرا.